يا رب فرح النبي يتوقع انها امته ينتظركم يحبكم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الامام النبي المعصوم ضرب، طرد، شجت رباعيته، طردوها للطائف، هام على وجهه، اتهموا زوجته، اتهموا فراشه، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، ينزل ملك الجبال اطبق عليهم. لا، لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول لا اله الا الله. هذه رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، عذب لأجلنا. ما من نبي قبلي إلا دعا الله واستجاب الله له. دعا الله متى؟ لما آذوه قومه دعا عليهم. إلا أنا خبأت دعوتي، خبأتها لأمتي شفاعة يوم القيامة، شفاعة يوم القيامة. وتأتي أمته بعد 1400 سنة تفرط في سنته وتهجر سيرته وتعادي أحبابه وأولياءه. هذا النبي ما وصل الدين إلينا إلا على تعبه ودمه، يذهب الطائف ويذهب إلى 3 من رؤوس الطائف. الأول قال له: ما وجد الله غيرك حتى يبعثه لنا، احتقار. ويذهب للثاني قال: والله يا محمد لو رأيناك متعلق بأستار الكعبة والله ما اتبعناك. والثالث يقول: يا محمد إن كنت نبيا فأنت أكبر من أن ترسل إلينا، وإن لم تكن نبي فنحن لا نتبع أمثالك. فلما سمع هذا الرد، هو كان يتوقع، خرج من مكة 18 قبيلة في مكة لم تحتضن النبي، طردوه. قال: لعلي أجد قبائل ثقيف في الطائف ومن معهم يحتضنون دعوتي ويساعدونني حتى أنشر الدين. وتفاجأ بالموقف الأشد من موقف قريش. قال لهم: إذن اتركوني أرجع إلى مكة. قالوا: والله ما نتركك. فأرسلوا مرسولا إلى القريش إلى مكة: اذهب إلى مكة وأخبرهم أن محمد جاءنا يطلب أن نحميه وأن نقف معه عشان تهيض عليه قريش وتقوم، وأما صبياننا وعبيدنا وسفهاؤنا أخرجوهم عليه بالطرقات، يضربونه، يرجمونه، يهينونه عليه الصلاة والسلام. يقول زيد بن حارثة: والله إني وضعت صدري ويداي ورأسي عليه كالدرع، وسفهاء الطائف يضربون بالحجارة حتى أدميت رجلاهم.